السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا، محتاج شنو؟ انا اسمي عبد الصبور وعندي طلب ده مقدمه ليكم من قبل فتره. يا اخي انت جيتنا كم مره؟ جيتنا امبارح واول امبارح يا اخي. قلت لك طلبك ده يا اخي اصبر يا اخي، خلي عندك صبر يا اخي. الطلب ده انا كاتبه لي 10 سنين وضاع منكم هنا 10 مرات، دي المره العاشره انا اكتبه. يا اخي ان شاء الله المره المليون يا اخي. يا اخي انا موظف جديد في المحل ده، المكتب ده انا جيت فيه جديد. الموظف اللي فات يا اخي شاف حاجات وما سلمني اي حاجه، ما سلمني عهده، انا ما عندي بها قضيه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. أنا عبد الصبور وليك طلب هنا له 2 سنين ولسه قراراته ما اكتملت. أي لكن بس أنت تعبت من المشي والجاية وده الطلب 50 تكتبه لنا، لكن نعم شنو؟ إجراءات يا عبد الصبور؟ أي لكن ما يا عبد الصبور، اللجنة الأولى اجتمعت وحلوها، عملنا اللجنة الثانية لكن لسه ما اجتمعت. وأبشرك يا عبد الصبور، عارف ليه ما اجتمعت؟ لأنه رئيس اللجنة مشى عمره، وبيني وبينك عمره وزوقا واحتمال كبير كده باي انت دايرنا نتجاوزك القوانين ولا شنو يا عبد الصبور؟ اصبر بس. عارفك دارت تقول شنو يا عبد الصبور؟ انت دايرنا نتجاوزك القوانين ولا شنو؟ انا كنت اديكم فرصه، تاخذوا راحتكم وتشكلوا لجانكم، واللجان تنبثق منها لجان مصغره تكون جماعات عمل وتصيق القوانين واللوائح وترفع للسكرتاريه هي بدورها تعيد صياغتها بوجهه قانونيه وينتظروا بها السيد المدير عشان ما ينقح هذه القوانين وعندها اللجنه الكبرى وينتظروا الوزير عشان تكون الدوره دوره روتينيه تاسيسيه مضبوطه. خلاص يا عبد الصبور يا اخي، يا اخي قومت نفسي والله العظيم قومت نفسي يا اخي. الدوره اللي بتقولها دي بتاخذ سنه كامله حتى تتم، انت دار تقول لي 5 دقائق كده يا اخوي؟ فهمتني يا سع؟ يعني اجيكم بيتين يا سلام يا اخي، زمان من شفتك والله. انا ذاتي مشتاق لك جدا. المره دي انا طولت شويه، طولت شديد والله يا عم. ما لك بتكلمني في شغلاتك يا اخوي. والله يا عبد الصبور طلعت المعاش يا رجل، وكنت اسلم الاجراءات بتاعت والعهد للموظف الجديد. ايوه وعلى فكره الف مبروك. الله يبارك فيك. طلبك يصدق وحسب السكرتارية يا الله يصير فيو وإجراءاتك 100%. أيوة كده. يس، عالم ما تجي إلا بالصبر.